لو عندي ملف او عندي صورة سكرين شوت وعليها كلام وعايز اترجمه اليكم، هذا الحل مع يندكس ترانسليت، تقدر تترجم كل هذه الاشياء ويدعم اكثر من 100 لغة زي ما انتم شايفين هنا. طبعا ما بينها اكيد الانجليزي والعربي، وانا هنا مثبته على الانجليزي والعربي. هنا على اليمين تقدر تعمل دراج لاي صورة تلاقيها اترجمت مباشرة، وهنا عندك على الشمال بقى لو انت عندك كلام عايز تكتبه يترجم، او عندي ملف عايز اترجمه اضغط على documents وارفع الملف قدامكم، وافرجكم على كل ده في هذا الفيديو لمحبي مواقع الترجمة. اليكم هذا الفيديو، تعالوا بقى نستعرض مع بعض هذا الموقع الرائع اللي نقدر طبعا نستخدمه مجاني. وجميع المواقع اللي انا بستعرضها لكم بيكون عندهم النسخ او الخطط المجانية وطبعا ايضا المدفوعة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عندي صورة اعمل لها دراج اهو وترجمت على طول الى اللغة العربية زي ما انتم شايفين، بايثون للغويين، لان السكرين شوت ده انا اخده من كتاب، هو ده الكتاب اهو، ده كتاب اسمه بايثون فور لينجوستس لمايكل هاموند، وده بروفيسور من جامعة اريزونا، ده كان الاستاذ بتاع صديقي دكتور سيد صبري، هو دلوقتي بروفيسور ما شاء الله عليه في انديانا، فانا ارسل له التحية في هذا الفيديو يا دكتور سيد صديقي العزيز اللي هزوره ان شاء الله في اغسطس باذن الله في انديانا. طيب دي ترجمة السكرين شوت، انا عندي ملف بي دي اف عايز اترجمه، اجي على دوكيومنتس اضغط على دوكيومنتس واجي هنا اختار ملف بي دي اف واعمل له دراج اهو، الملف اهو يلا دراج ونشوف الترجمة هتكون اخبارها ايه. طبعا الى ان تتم الترجمة اذكركم بهذه الصفحة، صفحة الادوات muhammadansari.com/tools، انا اضفت هنا في هذه الجزئية اضفت ديف وميتا اي اي، لكن ديف هو ده الوحيد اللي انا لسه ما عملتلوش فيديو، لكن انا حطيت معلومات عنه امبارح على صفحتي على الفيسبوك وعلى التليجرام. يا شباب بالمناسبة حابب بس اذكر ان صفحتنا على التليجرام بيتحط عليها حاجات ما بتتحطش على الفيسبوك اكيد ولا اليوتيوب، زي الحاجات اللي انتم شايفينها هنا دي اشياء واخبار مش موجودة على الفيسبوك ولا على اليوتيوب. طبعا انا بشكر اكتر من 13,000 متابع بيثقوا فيما اقدمه لهم، فياريت انتم كمان تنضموا لينا الى هذه الصفحة. طبعا بس افرجكم الجزء اللي انا عايزه اللي هي برامج او ادوات الترجمة هي دي. انا بتكلم دلوقتي عن ياندكس، هضيفه هنا، هيبقى عندنا ميت كات، ديب ال، اوبن ال، اونلاين دوك ترانسليتر بيقوم بنفس المهمة هو وميت كات ترجمة الملفات، وطبعا كوهير بلاي جراوند اللي اتكلمت عنه مؤخرا، وريفيرسو انا هضيف لهم هنا بعد شوية ياندكس.